اليوم الاخير للمعرض الوطني للكتاب في مدينه جده. نشوفوا توافد كبير وحوالي ما بين 3000 الى 5000 زائر لهذا المعرض. كذلك المبيعات ربما 2000 عنوان تباع يوميا، نظن ماهوش رقم سهل. الحمد لله جده مستبشره بهذا النشاط، وان شاء الله سنسعى جاهدين من اجل ترسيم هذا المعرض الوطني للكتاب في العام المقبل ان شاء الله. اريد ان اشكر كل من ساهم في ايصال صوت هذا الشباب المبدع اليوم، وكل من ساهم في هذا المعرض الوطني الذي باش تفتقر اليه ولايتنا ولايه جلفه.